بتلاقي حالك موجوع بسبب المعاصي، وبتلاقي حالك ضايح، وبتفوت تسمع الشاب هيك بتلاقيه انطرب وحس بقلبه بيمرق، واحد حاطط لك سياره بالسياره، حاطط اغاني ومعلي الصوت، ومره من تحت بيتك وموجوع قلبي، انت بتحط ايدك على قلبك ليه؟ طيب ليه عشت؟ وبتكمل انت معه وتسعاب فيا ليه حاسس بالوجع؟ والتانية اللي بيغني لك اموت وينشرح صدري، ليه لك موت وينشرح صدرك؟ بالقران بتلاقي الم نشرح لك صدرك ليه؟ ولا والملتزم لا موجوع قلبي ولا اموت وينشرح صدري، حاطط لي اوجعيني يا جراحي اوجعيني، وجع ضارب بالجميع. ليه؟ حتى عشان لما تلاقي الملتزم واوجعيني يا جراحي وما اوجعيني، انتبه، طالما انت مع القران ما حتلاقي هالوجع، طالما انت معلق بالله ما حتلاقي هالوجع، اي وجع بده يقرب عليك. واذا انت معتقد ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، اي وجع بده يستحكم قلبك وانت اساسا عالم انه قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ، وقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وابتلاؤه يقربك من الله ويزيد من حسناتك وينقص من سيئاتك ويقربك من الجنه ويواعدك من النار، وهو اذا احب الله قوما ابتلاهم. فاذا كنت تعلم انك حبيب لله سبحانه وتعالى، فهل بتحس بعد انك موجوع؟ ما حتحس، بتحس حالك انه انت مرتاح، بل والله بتوصل لحالي لما تلاقي ابتلاء رب العالمين لإلك بتبطل تقول انا مبتلى وتشكي وتنعي، تطلع بحالك الحمد لله انا اكلت ضربة، انا كنت ناطرة للضربة، كنت ناطرة، انا عارف حالي انه انا رب العالمين، انا عندي مكانة. بتحس حالك انه انت عندك مكانة عند رب العالمين، انه ما بيخليك تسحب بالمعصية، تعمل المعصية ما بتاخذ نفس، لا الضربة اجت لحتى ترجع تقول دخيلك يا رب تبت، انا غلطت يا رب سامحني. ليه؟ اذا احب الله قوما ابتلاهم.